صحيح صحيح. احنا معانا على التليفون كابتن وليد صلاح الدين صح. في مداخله في البيت الكبير. اهلا بيك يا كابتن وليد. استاذه سهام اهلا بيك، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا كابتن. تحياتي للكابتن هاني رمزي كابتننا الكبير. حبيبي يا وليد، اهلا بيك منورنا. كابتن مجدي عبد العاطي، ازيك يا كابتن مجدي؟ كابتن وليد عامل ايه؟ وحشني. وانت كمان والله. الله يخليك كابتن. كابتن وليد، النهارده لما بنيجي نتكلم عن المقوله التاريخيه بتاعه الاهلي بمن حضر، يمكن ده شفناه في ماتش الاهلي والوداد في الذهاب، لما النهارده انت عندك اصابات كتيره، ما يعني لعبت بالمتاح عندك، ومع ذلك روح الفانيلا وشخصيه النادي الاهلي كانت حاضره بشكل كبير قوي. تعليق حضرتك ايه على المقوله دي واللي احنا شفناه في الملعب اللي بيأكدها؟ يعني احنا متعودين عليها على مدار التاريخ. لعبنا في اجيال مختلفه، حتى الاجيال اللي قبلينا. انا شخصيا عاصرت مواقف كتير جدا بتاكد على ان الاهلي بمن حضر. يعني مواقف كتير، يعني مش عايز اذكر حاجات كتير، لكن حصل مواقف قدامنا كتير قوي في كل البطولات. والاهلي يعني مره من المرات مثلا كنا بنلعب نهائي البطوله العربيه، وفيليكس ابواجي كان نجم منتخب غانا، كان الكابتن حسام حسن مصاب، وفيليكس اتاخر في الرجوع. كابتن صالح سليم قرر انه فيليكس ما يلعبش المباراه النهائيه، ومش مهم نخسر البطوله، البطوله كانت على ملعبنا وحضور الريس وحضور كل القيادات السياسيه، ومع ذلك هو النادي الاهلي بيشتغل بالمبادئ وبالقيم بتاعته. فكلنا حتى الناس كلها بقت قاعده تقول للكابتن صالح يا كابتن ده البطوله عندنا، ده احنا كده هنخسر اللقب. مش مهم، المهم ان احنا نحافظ على المبادئ بتاعتنا. ففيليكس ما لعبش، وبالفعل لعبنا، وكان الاهلي بمن حضر، لدرجه ان انا فاكر يوميها كان الكابتن رضا عبد العال بيلعب راس حربه، وانا نزلت بداله راس حربه. يعني ولا انا ولا هو وانتوا ما شاء الله يعني في راس الحربه، يعني ستايل ستايل الكابتن وليد جامد جدا في راس الحربه. يعني انت عارف بقى كابتن مجدي كل الكور العاليه، مش عايز اقول لا وهجام ومحط. لا وليد طبعا مباراه كلنا كنا سعداء بيها بصراحه، وخلينا نتكلم بكل امانه. كنت يعني او سؤال ليك، كنت تتوقع هذا الاداء وهذه النتيجه للنادي الاهلي في المباراه دي؟ ده سؤال. والسؤال اللي يمكن كمان عايز اطرحه عليك، ان فكره انك كنت ممكن تلعب، او كان في اراء بتقول ان موسيماني ممكن يلعب بثلاثه في نص الملعب او ثلاثه، اذا كان بيتكلم على ديانج وعمرو السوليه وحمدي فتحي، انت كنت تتوقع كده وكان ممكن يبدا بثلاثي وسط الملعب؟ رقم واحد، انا كنت متوقع الاداء، كنت متوقعه، مش متوقع النتيجه، لكن متوقع الاداء. وقلت الكلام ده في الاستوديو، الحمد لله متسجل صوت وصوره قبلها بثلاث اربع ايام، يوم مباراه الاهلي وبيراميدز. حتى الاستاذ عادل الضيعي والكابتن ابراهيم المنيسي الاثنين زعوها. فانا قلت ان انا مطمن جدا على النادي الاهلي. النادي الاهلي قدم كرة حلوه قوي قدام بيراميدز. النادي الاهلي لو بيحلم بسيناريو ان انت تكون ناقص لاعب، وان انت تلعب جيم مضغوط، وان بيراميدز يضغطوا عليك في كل الملعب، والاهلي بالحاله دي، حتى اشدت تحديدا بقفشه وديان، وقلت ان دول من نجوم المباراه ومحمد هاني، والحمد لله كنت متوقع الاداء ده. لكن النتيجه طبعا، النتيجه يعني النتيجه كبيره، وشخصيه الاهلي باينه في الملعب. انت بتضغط بطول الملعب، حاجه جميله جدا ما شفناهاش بقالنا سنين. كمان بتبتدي الهجمه من تحت من عند الشناوي، ما عندكش اي مشكله خالص انك تبتدي من السردباكين. فكل دي حاجات تبين شخصيه النادي الاهلي. طبعا بصراحه ساعد على كده الحمد لله ان عدم وجود الجمهور. انت عارف الجماهير في المغرب وبيبقى في شراسه. لسه الكابتن مجدي طبعا يعني لسه بيتكلم عن النقطه ديت، كان يعني جزء من التفوق النادي الاهلي، هنقول جزء صغير، لكن شخصيه النادي الاهلي كانت واضحه جدا. لكن طبعا تاثير غياب الجماهير خاصه في المغرب بيكون له تاثير واضح. يعني اكيد اكيد، يعني انا عايز اقول لك ان الحمد لله النادي الاهلي اجهز فرقه في الاربعه. يعني الوداد والرجاء جايين من ماراثون طويل جدا في الدوري المغربي، صراحه عندهم ظروف صعبه جدا. نادي الزمالك كمان عنده غيابات، وبرده جاي من ماراثون وداخل في مباراه محدد المركز الثاني مع بيراميدز. يعني تحس ان برضو النادي الاهلي، ودي ميزه انك تاخد الدوري بدري،
لما خدنا الدوري بدري احنا نفسيتنا اهدى، كست في البطوله بالظبط ما شاء الله. يعني يا كابتن وليد ما شاء الله ربنا يكملها على خير. لمست ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله، يعني باذن الله ان شاء الله كمان النهائي يبقى مصري وان شاء الله البطوله تبقى للاهلي باذن الله. اهم حاجه البطوله تبقى في الاهلي. لمست موسيماني كانت واضحه، التشكيله اللي هيلعب بيها تتوقع ان هي يعني هيثبتها موسيماني ولا هيكون فيها تغيير؟ شايف ازاي؟ شايفها ازاي؟ هيثبتها مليون في الميه. يعني انا نفس التشكيل ده بتاع الذهاب انا قلته، استثناء بس كنت متوقع ان بادري اللي يبتدي المباراه اللي هناك، حتى قلت في العوده مروان اللي هيلعب لان هو الراجل بيحب الكره اللي على الارض، بيحب اللعيبه اللي تبتدي هجمه كويسه. فاظن ان التشكيل هيبقى ثابت، ما اظنش ان في اي حد هيتغير، يعني نفس التشكيله بالظبط اللي ابتدت مباراه الوداد ان شاء الله هي اللي تكون موجوده. ان شاء الله كابتن وليد. وان شاء الله كمان مهم جدا ان شاء الله كمان كهربا يخش القائمه بشكل جيد، ممكن يكون ليه دور ودور ايجابي جدا. اعتقد ممكن يكون في دور للكابتن وليد سليمان برضو في المباراه، على حسب طبعا النتيجه وعلى حسب الرؤيه الفنيه. فان شاء الله كل اللي نتمناه باذن الله تاكيد ان شاء الله يوم الجمعه يكون تاكيد ان شاء الله للوصول للمباراه النهائيه. كابتن وليد شكرا جزيلا. يا رب ان شاء الله باذن الله، والنادي الاهلي قادر على انه يلعب جيم حلو قوي ونكسب مكسب كويس كمان ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن وليد بنشكرك شكرا جزيلا.